تكلمت لكم بزاف على القصص الدينية وعلى الحكاية ديال الناس وعلى الخبث نتاع البشر وعلى النية نتاع البعض، لكن في حلقة اليوم غادي تكون غير. ربما غادي تكون حلقة اللي هي قصيرة لكن فيها حكمة وعبرة عظيمة، وما غاديش تخرجوا من هذه الحلقة كنوعدكم إلا وانتم ناويين باش أنكم تصلحوا فيكم شي حاجة. قصة الليلة يا سادة يا كرام حية وماشي مستوحاة من الخيال، واللي الهدف منها أننا نذكر بعضنا أنه شحال ما طالت الدنيا لا هروب من يوم الحساب ولا هروب من الموت اللي هي في الأخير مصير كل واحد فينا. فمنا اللي فرحان لملاقاة ربه ماشي حيتاش واجب، ولكن على الأقل تيدير ما طلب منه في هذه الدنيا ومصفي حتى قلبه، ومنا اللي كيترعد من الموت يا إما حيتاش هو ما موجدش ليه أو لا فقط هو مخلوع منه لأنه كبر بسلبيات تجاه الآخرة. المهم ما غاديش نطول عليكم أكثر وأجي ندخلكم في هذه القصة اللي كتقشعر لها الأبدان. شيخ عباس بتاوي رحمه الله اللي كان معروف بلي انه تفرغ لغسل الموتى من بعد التقاعد ديالو من الخطوط الجوية العربية السعودية، كان عود واحد القصة نتاع واحد المرأة اللي رفضت انها تهبط للقبر والعياذ بالله، وهذا ما يسمى بسوء الخاتمة. الاحداث نتاع القصة كتقول بلي انه هاد الشيخ غادي يحضر للجنازة نتاع واحد المرأة اللي كانوا هزينها حبابها في الطوموبيل مكشوفة بحال البيك اب، ولكن في غريب انه كانوا حاطين الجنازة نتاع المرأة على واحد الفراش ديال بونج او للإسفنج، ولادها وخوتها متمسكين في ديك الطوموبيل باش انهم ما يطيحوش. لما وصلت هاد المرأة للمقبرة مع صعوبة الطريق غادي يخرج هذاك البونج اللي كان تحت منها اللي كان تحمي الجثة ديالها، وغادي تبقى هاد المرأة منها للأرضية ديال الطوموبيل من تحت الشمس اللي كانت حارقة وسط الصيف. لما وصلوا غادي ينزلوها وغادي يدخلوها لعند الاخوات باش انهم يجهزوها. تيقولوا بلي انه كان نزول ديالها بالطوموبيل طبيعي وما لاحظوا حتى شي علامات عليها. فمن بعد ما سالوا دوك الاخوات من التجهيز ديال ديك المراه غادي تخرج وحده من المغسلات قدام الباب وسولات فين هما ولادها فين هما خوتها شكون بغى يتسامح معاها قبل ما اننا نكفنوها. غادي يدخلوا الاولاد والاخوان، من بعد خرجوا وهنا كانوا هازينها باش انهم يدخلوها للمسجد. الخروج ديالها من المغسله لحد الان كان طبيعي، من بعد بداو كيصليو عليها وداوها للمقبره، وهنا فين غادي تبدا الاحداث نتاع هاد القصه. غادي ينزل ديك الحفره ولدها وخوتها، وبقى الشيخ اللي تيعاود هاد القصه من فوق القبر. واحد من الاخوان غادي يغطي بواحد الغطاء او بواحد الرداء اللي كان اخضر، وهو كيقدى باش انها ما تنكشفش الملامح ديالها ولا حتى الجسد ديالها. فبغاو يهزوها ويحيدوها من وسط داك النعش اللي كانوا هازينها فيه، ولتحت كانوا ولادها سابقينها باش انهم يشدوها ويقادوها في القبر. كيقول لكم ان تتصوروا شحال من واحد شحال من قريب ديال هاد المراه كان واقف علينا في ديك الجنازه، وتخيلوا واحد 15 حتى 20 اللي كانوا قادرين باش انهم يقلبوا طوموبيل صغيره. هاد 20 رجل ما قدروش يحركوا هاد المراه باش انهم يحطوها لداخل في القبر. واحد من الاخوه غادي يقول يا شيخ شنو اللي اخر هاد الجنازه؟ تيقول الشيخ شنو غادي نقول ليه في هاد الموقف؟ قلت ليه لا راه كاين غير عائق من تحت الكفن في الفرش ديالها، بغينا غير نخلصوها منه، ما لقيت ما نقول. واحد من الاخوه غادي يقول اقرا يا شيخ. قلت ليه الله يجازيك بالخير، كيفاش غادي نقرا والميت ما كينتفعش بالقراءه اذا مات؟ كينقطع العمل ديالو من الدنيا الا من ثلاث: صدقه جاريه، ولد صالح يدعو له، او علم ينتفع به. ما بين قوسين ما عرفش علاش قال هذا الشيخ بلي انه الميت ما كينتفعش بالقراءه، ما عرفش شنو المقصود ديالو، لكن قراءه القران واهداء الثواب ديالها الميت هو عمل جائز، فقراءه القران تتوصل للميت كما عليه اكثر اهل العلم. المهم غادي يقول لي هذاك اللي طلب منه القراءه انا راه ما قلتش لك باش انك تقرا على الميت، انا غير طلبت منك باش انك تقرا ما تيسر من القران. تيقول في مثل هذه الحالات من الواجب عليا انني نستمع لاي واحد اذا اصبح الامر محرج. فبديت كنقرا وهو تيقرا، شويه بدينا كنشوفو مع الاخرين اللي كانوا شادين ديك المراه في الفراش ديالها، بداو رجليها كيرتفعوا للاعلى وسهل الهبوط ديالها في وسط القبر، وحمدت الله بلي انه اخيرا غادي تنزل، حتى وصلت رجليها في يد خوها اللي كان داخل القبر باش انه يحطها. من بعد توقفنا على تلاوه القران، وهنا غادي تفلت منهم وغادي تطيح طيحة لو كان طاح الحي لمات. تيقول لكم ان تتخيلوا 3 نتاع الامتار اللي كنا شادينها فيها بحال شي طفلة
فلتت منهم وطاحت وسط داك القبر. نزلت عندهم مسرعا وتنقول لهم علاش فلتوها، ما كنتوش شادينها؟ واحد منهم جاوبو قال يا شيخ من فوق لي راه ما قدرناش نهزوها، لدرجة انه اذا كنا شادينها كانت غادي تخبط لينا ريوسنا مع جدار هذا القبر. غادي نجيبو زوج من ناحية الرأس وزوج من ناحية الرجلين، وبغينا باش اننا نسحبوها لبلاصتها اللي كانت مخصصة ديالها باش نقدوها. فواحد المسافة نتاع نص مترو حتى المترو غادي نسحبوها بواحد الصعوبة غريبة، وخلات من موراها واحد الحفرة. هنا غادي يطبني الابن ديالها وغادي يقول لي يا شيخ راني بغيت نكشف على الوجه ديال الام ديالي. قلت ليه لا يا جوزة ولدي. طلبني وقال لي راني عافاك بغيت غير نشوفها ونقبلها ونرجع وجهها كيف ما كان. خرجنا من القبر واذا بهذا الشاب او الابن غادي يغوت غوتة من داخل داك القبر اللي ارعبت كل من كان خارج القبر. صرخ صرخه ما جيت نهبط نشوف شنو بيه حتى لقيته نهار. خرجنا من داك القبر وكان راس مو كيف هو، وبدينا في الدفن ديال هاد المراه. وشفت هاد الابن كينسحب ما بين الحضور بغى يهرب، لحقت عليه في الطوموبيل ديالو. من بعد غادي نخرج ليه رجليه منها وانا نسولو شنو اللي خلاك ولدي تغوت داخل داك القبر. قال ليه لا استطيع يا شيخ. عافاك يا شيخ راني ما نقدرش نقول لك، شوف اذا ما قلتيش ليا غادي يتجمعوا الاخرين على السياره وكلهم شافوا وسمعوا الصرخه اللي طلقتيها ويبقاو كيسولوا سولوا علاش غوتي. غادي يقول لي الابن تاع ديك المراه غادي نقول لك بعجاله وتخليني. تيقول الشيخ قلت ليه اه. وهنا غادي يبدا كيتبرأ من مو وهو الشاهد عليها يوم القيامه. قال على مو يا شيخ المراه اللي دفناها راه ماشي هي الام ديالي، وبدا كيرددها باللي انه ماشي الام ديالو. كيفاش؟ واش ماشي هو هذا هو التصريح نتاع الدفن ديالها؟ ماشي هذا هو الاسم ديال الام ديالك؟ قال لي اه يا شيخ انما على ورق، لكن المراه اللي دفناها راه ماشي هي امي. وشنو شفتي يا شيخ؟ راني كذبت عليك. لما طلبت منا المغسله باش اننا ندخلوا نتسامحوا مع منا شفناها، ولكن لما دخلنا القبر طلبت منك مره اخرى باش انني نكشف على الوجه ديالها. علاش؟ باش متاكد من واحد الحاجه اللي كانت في النفس ديالي. سولتو شنو هي؟ قال لي يا شيخ انا كنعرف انه الام ديالي بيضاء البشره. وشنو الفرق يا ولدي؟ لما كشفت على وجهها في القبر تحول اللون ديالها الى سواد. كيفاش تحول وجهها لسواد يا شيخ؟ من منبت الشعر ديالها الى اسفل الذقن، ومن لحمه الاذن اليمنى الى لحمه الاذن اليسرى. حينها خرج مني هذاك الصوت بلا ما نحس، ولكن تحت ودنيها ما اختلفش اللون الجسد ديالها. سولت علاش؟ هنا بداو كيتجمعوا الاخوان على الطوموبيل ديالو وهو يهرب. تيقول الشيخ لكن اراد الله انه من بعد اشهر غادي نكون كنغسل ابن خالت هاد الشاب، وكان تيصلي بالقرب مني في الصف. ومن بعد الصلاة قال لي يا شيخ واش ما عرفتينيش؟ قلت لي ذكرني بك ولدي. قال لي واش عقلتي على ديك المرأة اللي رفضت النزول للقبر؟ قلت لي ايه نعم. انا ولدها كان في واحد الشكل اللي هو اكثر وقار، غادي يطول الحية ديالو وغادي تظهر السجدة في الجبين ديالو. قلت لي انا كنعرف ولدها. قال لي انا تنقول لك يا شيخ الام ديالي وغادي نذكرك بالدليل. قلت لي راه هرب ولدها وما قالش لي السبب. قال لي انا غادي نقول لك دابا السبب باش يرتاح الضمير ديالك. قال يا شيخ قمت بالحج على الام ديالي واعتمرت ليها وقمت ببناء المسجد ليها وضعت ثلاجات ماء في معظم الاماكن باش ننسى داك الوجه اللي شفت، ولكن ما قدرتش. انما اقول لك الان يا شيخ سبب في ذلك. قال ان امي يا شيخ ما كانتش كتصلي. كيفاش امي ما كانتش كتصلي؟ الشيخ طلع عليه الزعاف قال لي علاش ما علمتيناش؟ حيتاش ما كانش خاصنا نصليو عليها ولا نغسلوها ولا ندفنوها في مقابر المسلمين. قال لي ما قدرتش يا شيخ من هول المنظر، وانتم كتحاولوا تنزلوها في القبر وهي كانت كترفض هذا الامر. هذه هي كانت القصه. اسال الله لي ولكم حسن الخاتمه. انا بغيت غير نقول من هذه القصه الاولى، حيت عندي قصه واحده اخرى ايجابيه غادي تعجبكم، عافاكم اللي مازال ما تيصليش ما يحاولش انه يفكر باش ينوض يبداها. بداها دابا لانه ما عندكش اختيار، ما عندكش حق اصلا تفكر. فكر فقط في الاخره ديالك، في قبرك، في لقائك مع مولانا، وفاش غادي يسولك شنو الصله بيني وبينك، شنو غادي تجاوبوا اذا ما كنتيش كتصلي. المهم هذه قصه للناس اللي ما كيصليوش، عافاكم ما تخليوهاش توقف عندكم ونشروها باش انها تحمل فائده. وكيف شاركتكم نهايه سلبيه ما غاديش نخليكم حزينين بعد هذه القصه، ولكن غادي نشارككم في المقابل قصه مع نفس الشيخ لكن لنهايه سعيده ومفرحه. نفس الشيخ تيذكر بلي انه في مره غادي يتصل به واحد الشاب وقال لي بلي انه الاب ديالي توفى، بغيتك عافاك تجي تغسلو. مشيت لدارو ومازال ما جابوا الميت من المستشفى، جهزت لي المكان ديال الغسل ديالو في انتظار مراسم الجنازه. فاش جابوها سولنا على المكان ديال الغسل فين نقدروا نغسل، فين نقدروا نغسلوا لي فيه، وغادي نعتوا لينا من تحت واحد شي دروج ما فيهم لا اضاءه ولا مكيف، والميت اذا جلس 6 سوايع في واحد المكان اللي هو غير بارد كتبقى تعطي الريحه ديالو،
وقالوا لي بلي هذه هي البلاصه اللي عندنا، يعني ما عنديش اختيار. هنا غادي نطلب منهم، وقلت لهم بلي اننا خاصنا نعجلوا باش نصلوا عليه في الفجر نتاع يوم الخميس. جبت الميت وغادي نجردو من الملابس ديالو، حطيت عليه الستره وبديت كنغسلو، وكنضغط على الميت في الراحه ديالو اليسرى حتى للجهه ديال البطن باش نخرج منه الماء حشاكم اللي تيكون على وشك الخروج. تيقول الشيخ لما حيدت ليه ديك الخرقه باش نشوفها اذا مثلا تغير اللون ديالها، كنعاود نفس الطريقه الى ان تصل حتى 11 مره حتى تخرج ديك الخرقه نقيه. ولكن عند هذا الرجل غادي نجرب 3 مرات وما خرج منه حتى شي حاجه، وهذه كانت اول كرامه. اما ثاني كرامه لما جيت نوضيه الوضوء الصغير ووضوء الجنابه، فاش وصلت ليديه كنلقى السبابه ديالو اولا صبعو يابس على هذه الطريقه ديال الشهاده. لو شي واحد كان يضحك مع الاخر كان غادي يقدر يهرسو ليه، لكن هذا الصبع كل ما حاولنا اننا نرجعوه كيرجع للامام وكيرتفع حتى خلينا بلاصتو. وهذا الامر تيقول الشيخ بلي انهم ما تيلاحظوا الا المغسل واللي كيحضر في الغسل، لانه بقيه الاخوان الاخرين فقط للفرجة الا من رحم الله، فما كيقدروش يردوا البال لهاد الكرامات. من بعد ما غسلته الغسله الاولى كان فيه واحد اللمعان سبحان الله في وجهه، علما انه ما كانش اضاءه، كان شبه ظلام في ديك الغرفه. تيقول بقوه ديك الفضول ديالي غادي نجيب واحد القطعه من القماش وغادي نحطها على الجبهه ديال راسه باش نشوف هاد اللمعان من اين جهه جاي، لكن كنلقاه بقى بلاصتو يعني خارج ليه من وجهه. اما الكرامه الرابعه من بعد ما سالينا وصلت لمرحله بلي انني نطيب فيها هاد الميت في وجهه ويديه ورجليه، فاش جيت ندير ليه الريحه اولا الطيب كتخرج منه واحد الريحه اللي حنا ما كناش انا ذاك عارفينها بلي انها خارجه من هاد الميت. في الاول اعتقدت بلي انها خارجه من ولاده، ومن بعد ما جهزناه هاد ولاده الزوج كانوا كيسحب ليهم بلي انه هاد الريحه مني انا. ما غادي نكتشفوا هاد الريحه من الميت حتى دخلنا للمسجد اللي جالسين على الصف اليمين واللي على الصف الشمال، كل واحد بغى يكتشف منين جايه هاد الرائحه الرائعه الزكيه. لما صلينا عليه الجنازه الامام غادي يقول اليوم فقدنا نور من انوار الله في المسجد، حنا ما فهمناش هذا الكلام. من بعد قال اخلص له في الدعاء، وغادي تعرفوا القصه في الاخير. المهم نزلنا هذا الرجل للقبر وانا فين تاكدنا بلي انه هذه الريحه خارجه منه. ولادو وبعض الاخوه والاقارب شموا ريحه في القبر وتاكدنا انها ديالو هو. هذه الريحه تيقول الشيخ جلست في يدي اكثر من 3 ايام ما خرجت مني حتى اغتسلت من الجنابه. وتخيلوا بلي انه كان القبر عباره على متر ونص في متر و80، عنده فتحه بحال الفتحه نتاع المكيف كينزل فيها الميت براسو، ومن بعد كنحطو على الجنب ديالو اليمين وكان نحلو ليه الاربط فقط ما كيتحيدش. من بعد غادي نكحزو عليه تراب من الجهه نتاع الظهر ديالو باش يبقى مسنود على وجهه على القبله. تيقول الشيخ تخيلوا هذا القبر في عز الحر، يا اما تيكون روضه من رياض الجنه او لا حفره من حفر جهنم. نزلنا في عز الصهد وكانه فيه مكيف لداخل، فجيت نحط تراب على ظهره باش انني نسندو ما قدرتش ويدي تشنجات. شنو السبب؟ من برودة الأرض والتراب اللي ما قدرتش أنني نجمعهم على ظهره بيدي. تيقول الشيخ اضطريت أنني نستخدم واحد من ثيابي اللي غادي نلفو على يدي باش قدرت أنني نجمع داك التراب باش ما يتقلبش هاد الميت على ظهره أو على البطن ديالو. حنا في عز الصيف والحرارة كانت أنا داك 45 درجة، يعني شيء غريب جدا اللي حدث مع هاد الميت. وهذه كلها كرامات الرجل واحد، اكيد كاين سبب اللي عطاه مولانا كل هذا الخير من بعد الموت ديالو. تيقول سنين وانا في هذا المجال واستغربت من هذه الكرامات كل اللي عند هذا الشخص واحد، بغيت نعرف من السر من مورا هذا حسن الخاتمه. فمشيت اول نهار في العزاء نتاع هذا الميت وغادي نجلس الناس اللي كيعزيو في الكراسه، غادي نسول على شكون هو هذا الراجل، شنو هي خدمته، شنو تيدير، شكون صحابه، حتى حد ما غادي يعطيني عليه شي اخبار. تيقولوا حنا اللي تنعرفوا عليه اننا كنتلاقاو معاه في المسجد، ما عرفنا لا فين يخدم ولا فين كيمشي. اخر حاجه دلوني عليها انه سير شوف هذاك راه هو ولده وسير دوي معاه. مشيت عنده وقلت ليه عافاك بغيت نسولك على الاب ديالك، انت بنفسك شفتي هاد الكرامات كلها اللي وقعت معاه، شنو هي القصه نتاع هاد الاب ديالك؟ قال يا شيخ انا غادي نقول لك هاد القصه على لسان الام ديالي اللي هي اللي عاودتها ليا. كتقول الزوجه نتاع هاد الميت لولدها باك من الناس اللي كانوا ديما كيصوموا الايام البيض 13 14 و15 وتيصوم 2 والخميس، كان رجل صوام. فداك النهار كان صايم وجات مرتو مع الوحده ديال الليل وجابت ليه التمر واللبن وقالت ليه يا فلان فيق تسحر باش تصوم غدا. قال لي انا فيا البرد بغيت غير الماء عافاك عطيه ليا. شربات الماء وجلست حداه وقال ليها بلي انه بارد، فبدات كتقرا عليه القران وبدات كتسمع باصوات اللي كانت كتخرج من الصدر ديالو اللي كانت من علامات الموت.
ديك الساعة غادي تمشي تفيق ولادها. وقالت لهم ديو باكم مستشفى. داو فعلا وقال لهم الطبيب دخلوا لي العناية المركزة. غادي يدخلوا غادي يحطوا لي الأجهزة. الدكتور غادي يخرج عند مرت هذا الرجل وولادو وقال لهم غير سيروا لداركم، هو دابا راه تحت العناية المركزة، غدا ان شاء الله يجيو يرجعوا يشوفوه. تيقول الممرض اللي كان سهران على داك الرجل كان جالس في العناية ورد البال للأجهزة لأنه هذا هو الدور ديالو. تيقول كنت جالس كنقرا القرآن وعيني على هاد الأجهزة، شوية غادي نسمع داك الجهاز تاع التلفزيون نتاع دقات القلب غادي يتوقف، يعني هاد الشخص مات. ولكن الغريب هو أنه الجهاز واقف والرجل في هاد اللحظة كان تيهز في صبعه للشهادة. علاش؟ لانه كانت على فمه هذيك الكمامه ديال الاكسجين وفنيفو في فمه، فما قدرش باش انه ينطقها، وينطقها بصبعه، واذا ما قدرش انه ينطقها بصبعه ممكن انه ينطقها بعينيه او لا براسه. المهم اذا ذكر هذه الكلمه تاع التوحيد راه ما تيذكر من بعدها حتى شي حاجه، والا خصو يعاودها من جديد، حيث هي اخر كلام من الدنيا هو التوحيد، شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. تيقول غادي نعيط على الاطباء وبداو كيديروا ليه ضربات نتاع القلب، لكن خرجات الروح ديالو واتصل على ولادو وفهمهم الموضوع. من بعد ما سال العزاء صلينا في نفس المسجد اللي قال فيه الامام انه نور من انوار الله. مشيت عند الامام سولته حتى هو، يا شيخ انا اللي غسلت هذا الرجل، قلتي واحد كلمه اللي ما فهمتهاش، علاش زكيت هذا الرجل ووصفتيه بهذا الوصف؟ قال ليه يا شيخ انا 15 سنه وانا في هذا المسجد، بغيت يوم واحد صلاة واحدة فرض واحد نجي قبل من هذا الرجل الا وهو موجود قدامي وفي الصف الاول، اما عن يميني اما عن شمالي، لدرجه انني تقلقت حيتاش بغيت نجي غير شي نهار قبل منه في شي فرض قبل منه. قال لي زيدك اكثر، غادي عيط على المؤذن. وقال ليه شنو كتقول في حق هذا الرجل؟ قال ليه يا شيخ هذا الرجل تيضايقني في صلاتي، في اذان الفجر في اذان العشاء، كيفاش تيضايقك؟ راك عارف انا من بعد الاذان ديال الفجر الناس كتبغي كتمشي، وكذلك من بعد اذان العشاء. ولكن هذا الرجل كل ما جيت على العتبه نتاع الباب من تحت واحد الضو اللي كان خفيف حدا الباب نتاع المسجد تيجلس يقرا القران، حتى كنجي كنحليه الباب نتاع المسجد. نزيدك اكثر على هذا الرجل، غادي يعيط على عامل النظافه. وقال لي شنو تقول على هذا الرجل؟ هذاك العامل كان من دوله اسيويه. قال ليه انا من بعد صلاه الفجر كنبغي نمشي للناس، وكذلك من بعد صلاه العشاء، لكن هذا الرجل ما تيخلينيش للناس، ما كيخرجش من المسجد الا انه يكون اخر رجليه اليمنى هي اللي خرجات من العتبه نتاع المسجد، ما تيخلي حتى شي حد من موراه، واذا كان شي حد كيقرا كان كيتسنى حتى يخرج ونخرج انا ويطفي الضو ديال المسجد ومن بعد عاد يخرج هو. هذه هي القصه ديالو، ورجل قلبه متعلق بالمساجد، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هذا هو السر انه مولانا كرمه من بعد الموت ديالو. هادو هما الزوج المستملحات ديالي اللي كانوا في حلقتنا اليوم، للهدف منهم انني نذكركم بالاخره ونذكر حتى انا نفسي، حيت سبحان الله كتجينا واحد الوقيته اننا كنساو في الدنيا كنغرقوا فيها وكنساو غدا شنو تابعنا، نوجدوا لقبرنا، نوجدوا للقاء ديالنا مع مولانا. ما تخليوش هاد القصتين الواقعيتين انهم يحبسوا عندكم، وشاركوهم مع احبابكم وصحابكم باش كلشي يستفد. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بعد غدا. سلام سلام.